renewables, for instance. Now, that idea speaks to basically publicly owned infrastructure. We have to be able to put in the capacity within the respective communities to raise the funds, to manage the facilities, and then to manage the funds themselves beyond just this particular intervention. فيما يتعلق بهذا التدخل الخاص, إذا هذا المثال, هذه الألواح الشمسية, هذا يمثل فرصة لنا لكي نستخدم كل الأمور الخاصة بوضع المشروعات التي ستحدث, وبمرور الوقت أعتقد أن هذه البداية فيما يتعلق بالأمور الخاصة, ولكن يمكن أن يحدث على مدى مختلف. هذا هو النموذج الذي يتم استخدامه على سبيل المثال في أفريقيا. لا أعلم ما هي الأرقام بالدولار, لكن قد تصل التكلفة إلى 50 مليون رام. إذن هذا يمثل فرصة, المؤسسات موجودة, ولكن هناك المزيد من الدعم الذي يجب أن يتم تقديمه من خلال كل المؤسسات لتطوير القدرات, ولكن أعتقد أن الأرض خصبة ومهيئة لذلك. شكرا جزيلا. نحتاج منك أن تقول كلمة في دقيقة. إذا ما كنا نتطلع للاستثمار, فإن الشباب هم أفضل استثمار, ولكي ننهي هذا الحوار فإنه حان الوقت لكي نعطي فرصة للأجيال في أفريقيا أن تعمل, وأشكركم جزيلا. أعتقد أننا نحتاج أن نتصرف ونواجه التغير المناخي وأن نتجنب الحديث الكثير, ويجب أن يكون لدينا تأثير فاعل في كل أفريقيا. لقد حان الوقت لنا لكي نعمل ضد التغير المناخي. نريد أن نغادر كوب 27 بتصريح واحد: حياة ومعيشة الأشخاص قد تم حمايتها. شكرا, ممتنين جدا لكم. شكرا.